السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على الحبيب المصطفى. مشاهدي القناة ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. بسم الله على بركة الله. اليوم بغيتكم تشاركوا معايا شي اواني ديال الطين اللي في الكوزينة. كنتمنى يعجبوكم. كانوا كيستعملوهم الناس زمان وافتقدناهم، ولكن دابا ان شاء الله بينا نرجعوا ليهم. كنتمنى كل شيء ان شاء الله نديرو ديال الطين ونطيب فيه، كيعجبني بزاف. بسم الله على بركة الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي طنجرة ديال الكسكسو باقا جديدة، جابتها الوالدة ان شاء الله، شراتها لينا بالكسكاس ديالها ديال الطين. نقدروا نبخروا فيه اللحم، نديروا فيه الكسكسو. ضروري ما نديرو تحتها ان شاء الله الا درنا فوق الفرنو شي حاجة، شي مقلاة ما كنستعملوهاش باش ما تشقش. عندي هنايا مقله زوينه، نطيبوا فيها اي حاجه كانت ان شاء الله، ولا نحطوا فيها شي حاجه. هاد المقله عندها يديات على هذا الشكل، وعندي مقله اخرى عندها ايد وحده. وعندي هنايا طاجين صغير حتى هو باقي ما مستعملش، نحطو فيه الوليدات الصغار ونطيبو فيه شخص واحد، نحطو فيه شخص واحد ما شاء الله. هاد الطنجرة هادي او البرمة اللي كندير فيها كسكسو شراتها الام ديالي بستين درهم، ثمن مناسب وزوين. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي قليلة ديال الماء او برادة، احنا مستعملينها كطرد الماء زوين. الطين اللي كنستعملو فيه الماء كيجي واحد المذاق ديالو زوين وكيتنقى. كنتمنى تعجبكم هاد المجموعة ديال الطين، راه زوينة كتفكرنا في الناس القدام كانوا كيطيبوا في هاد الشيء وكان الصحة ديالهم مزيان، وبغينا حتى حنا نرجعوا ليها ونطيبوا فيهم. كنتمنى كل شيء يكون ديال الطين، لا مقراج ولا براد، كل شيء بيتو ان شاء الله ديال الطين ونستعملو بإذن الله. هذه المجموعة الأولى، ندوز دابا المجموعة الثانية إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. هنايا عندي طاجين كبير باقي جديد في هاد الزوقة، هادي كنطيبو فيه المرقة، كلشي كنطيبو فيه إن شاء الله. وهاد الطاجين هذا مستعملينو بزاف المرات، كنستعملو فيه نطيبو فيه الحوت، هذا خاص بالحوت. وهنايا عندي طنجرة كيفما كتشوفو كنطيبو فيها الحساء، الحريرة، كلشي كنطيبو فيها، كتجيب طياب زوين ولذيذ ما شاء الله. وهنايا عندي طاجين مزلج كنطيبو فيه اللحم، المرقة، تبارك الله كيجيب طياب زوين ما شاء الله. وهنايا عندي طاجين كبير تبارك الله ديال المناسبات والعرادات ما شاء الله. اي حاجة ديال الطين بغيتو تستعملوها، قبل ما تستعملوها ديرو فيها الماء باش ما تقشرش ليكم وما تخسرش، قبل ما ديروها فوق النار باش تبقى مزيانة ومحافظة على السمك ديالها. تبارك الله الطين زوين، كل شي كيبغيه وعزيز عليه، وكنبغيو نشربو فيه الماء الغرارف ان شاء الله، لان كيعطي واحد المذاق واحد اللذة ديال الماء زوينة. والانسان خلق من طين، وباللي كيموت كيرجع ليه. كنتمنى طولة العمر للجميع. كانت امنيتي هو يكون عندي الاواني ديال الطين، وهذه هي البداية ان شاء الله، ومازال ان شاء الله غنزيد اواني اخرين ديال الطين باذن الله. كنتمنى ينال اعجابكم الفيديو، وكنتمنى من الله ومنكم الاشتراك ولايك وكومونتير شي حاجة تكون زوينة. الله يحفظكم، وجين باش تفعل القناة ان شاء الله. كنتمنى توصل للأحسن وتنال الإعجاب ديالكم. دمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.